يمكنك محتاج اليوم شيء، محتاج وظيفة، أو محتاج إنه ربنا يعينك على الاختبارات بالمدرسة، أو الاختبارات بالجامعة، أو المعهد اللي أنت تدرس فيه، أو يمكن تكون اليوم محتاج إنه ربنا يعينك على تأسيس بيت جديد، أو يمكن محتاج إنه ربنا يساعدك على زواج أو شراء سيارة جديدة. مهما كان احتياجك اليوم، أحب أبشرك وأقول لك إيش يقول لك الرب يسوع المسيح. يقول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 6:7.